النهارده هنتكلم على مرضى قصور الشرايين التاجيه. معنى كلمه قصور في الشرايين التاجيه معناها نقص ترويه الدم في جزء معين من عضله القلب زي كده. الجزء ده معناها ان الشريان ما بقاش يوصل له دم كويس بسبب ان في تصلب في الشرايين التاجيه او ضيق في الشريان التاجي في جزء ما من كل الشريان. عشان كده ان اول حاجه المريض بيجي يشتكي من ايه؟ بيشتكي من الام في الصدر، بتبقى على شكل حجر على القلب او طعنه في الصدر، بيبقى بعد مجهود او بعد ما بذل مجهود ولازم يقعد علشان يستريح وياخد القرص اللي تحت اللسان علشان يرتاح ويوصل الدم للجزء ده. المريض اول ما يشتكي من حاجه زي كده او الام في فم المعده ما تستهونش بالالم ده، وعلى طول تروح لاقرب مركز صحي علشان نعمل تخطيط على القلب. ده ابسط حاجه ممكن نشخص بيها امراض القلب او شرايين القلب. بعد ما بنعمل رسم القلب الدكتور بينصح المريض يقول له لو سمحت تروح على اقرب دكتور اختصاصي قلب. الدكتور المختص على طول هيعمل لحضرتك الاشعه اللازمه من موجات صوتيه على القلب او رسم قلب بالمجهود او اشعه مقطعيه على شرايين القلب علشان نقدر نشخص الجزء اللي تعبان من الشريان. وانس ان هو بمجرد ان احنا شخصنا ان في فعلا قصور في الشرايين التاجيه او ان المريض في جزء عنده شريان مقفول، لازم نعمل له ترويه، اعاده الترويه عن طريق ان انا بدخل القسطره وبندخل عن طريق الدعامه وبنفك الدعامه ونسيبها في الشريان علشان تفتحه لي تاني وتعيد ترويه الجزء اللي كان عنده انسداد في عضله القلب. طبعا ده حل من وده اللي هو الجولد ستاندرد او القاعده الذهبيه بتاعتي ان انا اعمل القسطره التشخيصيه وبعدها العلاجيه. في جزء تاني ان انا اعمل حاجه اسمها مزيب للجلطه لو المكان ما عنديش، لو المستشفى بتاعتي ما فيهاش قسطره ما عنديش امكانيات مش هقدر اسيب المريض يموت، لا هعمل له اللي هي تذويب الجلطه عن طريق الترومبولاتيك الدواء. طيب دلوقتي ازاي نقي قلبنا من هذه المخاطر دي كلها وهو المرض الاكثر شيوعا اللي هو تصلب الشرايين؟ طبعا الاكل الصحي السليم، الرياضه يوميا نص ساعه كما قالت اوسط الجمعيات الاوروبيه لامراض القلب، كمان ان احنا نحافظ على غير الرياضه والاكل السليم ان احنا نحافظ على الادويه ونقلل الاصابه او نتحكم في السكر والضغط للمريض. ودمتم سالمين.